السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم نهار لحد باش نرجع نحكيه حول الإسلام وتعريف المسلمين بدين ربهم. تعرفوا انتوما كما قلت قدش من مرة ان يمكن نقولوا 90% من المسلمين ما يعرفوش دين ربهم وهما مسلمين بالوراثة ويتبعوا هكاكا كما يقول القرآن عليهم وجدنا آباؤنا على ملة وإنا على آثارهم تابعين. إذن هوني القرآن بيدو يسخر منهم لأنهم يتبعون دون إيمان. ونعرفوا احنا الفرق في الإسلام من بين المسلم ومن بين المؤمن، يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا وإنما قولوا أسلمنا. المهم احنا مانيش باش ندخلوا في مسألة الإيمان والإسلام هوني، وإنما أردت أن أتكلم عن مسألة يعني جدا مهمة، وبصيفتي أنا كنت مسلم سابق نعرف كيفاش تربيت وعلى أي قواعد تربيت. اليوم باش نتكلم على ما يسمى بالخوف والترهيب في الإسلام. في الحقيقة بحثت في كثير من الأديان الأخرى واطلعت على أسلوب الترهيب والتخويف. بصراحة يعني نقولها لكم، لم أجد دين في العالم يخوف ويرهب الأنصار متاعه كما الإسلام، إلى درجة أن نجم نقوله أن الإسلام وإله الإسلام والقرآن هو دين ترهيب وتخويف بامتياز. أرجع للقرآن تلقى حتى الآيات اللي تتكلم على النار وعلى العذاب أكثر بكثير من الآيات التي تتكلم على ما يسمى الترغيب. نعرف احنا الإسلام يعتمد على أسلوب الترغيب والترهيب. صحيح هو في الأول يحاول باش يطمعك، يحاول باش يغويك، يحاول باش يعني تدخل في الإسلام معناتها بكل الطرق، سواء مثلا كما تعرفوا يعني بالجنة أو معناتها بالخيرات اللي موجودة بالجنة، أو حتى الإسلام هو الدين الوحيد اللي يسمح لشخص تعطيه الفلوس باش يدخل فيه. يعني تعطيه الفلوس ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم، يعني باش تحبوا في الإسلام. الإسلام يعتمد على أسلوب خاص في مسألة ما يسمى إدخال الآخرين للدين، وفي نفس الوقت أسلوب خاص في تثبيت من هم في الإسلام لكي لا يخرجوا عنه. أما أسلوب إدخال الآخرين في الدين فهم يستعملون أساليب يعني دنيئة جدا، يعني يوريك الوجه الباهي من الإسلام ويخبي لك الوجه الخايب الكل، ويحاول باش يطمعك بعدة أشياء. عندما هذه النتيجة لا تنفع معك، هنا ينتقل الأسلوب الثاني اللي هو الترهيب، يعني الترهيب على جميع المستويات. يعني يعتبر التخويف والترهيب في الإسلام هي ركيزة من الركائز الأساسية للإيمان. نرجع مثلا إلى ابن قيم الجوزية يقول لك إن علامات المؤمن هو الخوف، بل على قدر ما أنت تخاف على قدر ما أنت مؤمن. إذن معناتها الخوف هي ركيزة من ركائز الإسلام ومن ركائز الإيمان في الإسلام. هنا يعني نشوفوا معناتها من عرشنا كيفاش معناتها يمكن أن نجمع بين الإيمان والخوف. من المفروض أن الإنسان عندما يؤمن يعني يحب الطرف المقابل ويؤمن به، بينما الإسلام له لا يعتمد كثير على الحب، بل هو يعتمد على الخوف والترهيب. يعني حتى معناتها كلمة إرهاب في القرآن موجودة ياسر مرات، منهم معناتها حتى هذا إله الإسلام عندما يتكلم عن نفسه يقول معناتها لازمكم تخافوني، لازمكم تخشوني، لازمكم معناتها
تترهبوا مني، تخافوا مني. يعني في الإسلام لاحظوها، ويعني في الحقيقة جدا مؤسفة أن الإنسان يبني العقيدة متاعه ويبني الإيمان متاعه على الخوف. هنا توا نرجعوا منحبش أنا كما تعرفوني منحبش نذكر الآيات القرآنية كما قلت لكم، يعني آيات الترهيب والتخويف في القرآن يعني أكثر من 200 آية عندما ترجع للقرآن، ولا نتكلم عن الأحاديث التي معناتها تخوف المسلم وتخوف غير المسلم وتهدد وتهدد، يعني تهديد واضح. ولم أجد في أي عقيدة وأي دين وأي إيديولوجية أسلوب ترهيبي كما موجود في الإسلام. وهذه يعني حقيقة أي إنسان يمكن أن يلاحظها، بل المسلم بحد ذاته عايش على الرعب وعايش على الخوف. يعني من أول ما يتولد المسلم وإحنا نخوفوا فيه، نخوفوا فيه بالله، نقولوا له هذاك حرام، نخوفوا فيه من بوه، نخوفوا فيه من القانون. يعني ما نحاولوش نوعيوه، يعني وقت نشوف وليد صغير ما نحبوش يمس الحاجة هذيك نقول له ربي يحرق بالنار، ربي توي يعذبك، ربي توي يدخلك لجهنم. يعني كل شيء، يعني الوليد الصغير يتربى على فكرة الخوف. حتى الأم يعني تخوفوا بالإله أو تخوفوا الغول توجي يأكلك، بوك توجي يضربك. يعني فكرة الخوف يغرسوها فينا. في الحقيقة أنا وقت خرجت من الإسلام يعني وليت نتنفس. يعني قبل وقت كنت مسلم يعني كنت عايش في خوف معناتها دائم، لأنهم غرسوا فينا هذا الخوف، الخوف من الله، الخوف من العقاب، الخوف من العذاب. يعني شيء معناتها مهول جدا. هذاك علاش يعني المسلمين أنا أعتبرهم مرضى نفسانيين، لأنهم يترباوا على عقيدة الخوف. يعني وقت نجيو نشوفوا مثلا الإسلام، الخوف لا يقتصر يعني على ما بعد الموت. مانيش باش نتكلم أنا على الثلاثة مراحل اللي يذكرها بعد الموت، عذاب القبر والأهوال متاعو اللي فات عشرات بل مئات الكتب، والعلماء يعني بين قوسين ليس علماء هم علماء الجهل كما معناتها أذكرهم دائما، يعني ما عندهمش شغل إلا يكتبوا على عذاب القبر ويبدأوا يتفنوا. صحيح الركيزة موجودة في الأحاديث بتاع محمد والركيزة موجودة في القرآن، ولكن يعني يتفنوا في أنواع العذاب وطريقة العذاب. ساعات في الحقيقة نجم نقول وإحنا لازلنا نعطيه معناتها أوسكار للمسلمين في أفلام الرعب وأفلام الخوف، منكر ونكير، ويجيك ويقف عند راسك ويقولك من ربك؟ من رسولك؟ من بعد يعني يضربك بضربة على راسك يهبطك للأرض السابعة، من بعد يرد لك يعني العذاب. بالنسبة للمسلم يعني بعد الموت مباشرة يبدأ العذاب، يعني وعذاب القبر يعني يتعدوا عليه الناس الكل، ما فمش كل مش بشي يتعذب. يعني حتى الإسلام يقول لك معناتها فما وحود أقل عذاب، أما الكل هم بشي يتعذبوا الكل. يعني بشي يوريك معناتها الإسلام قداش هو معناتها قاسح وقداش هو صعيب في الترهيب معناتها وفي التهديد. فهمت؟ نتوفى عذاب القبر، بعد يدخل لك في يوم الحشر، يوم الحساب. فهمت؟ يبدأوا يكروا فيهم على وجوههم ويجبدوا فيهم، والشمس قريبة شبر وحالة حليلة. فهمت؟ حالة حليلة عورات وأذهلت معنتها كله معنتها مرضعة عما أرضعت. فهمت؟ والناس سكارة وما هم بسكارة. هنا فيلم رعب آخر، يعني فيلم رعب ما تنجمش تتصوروا بالك. يعني لو يعملوه، لو هوليوود تعمل فيلم حول عذاب القبر كما ذكر في الإسلام، يمكن كما قلت لكم ياخذ أحسن جائزة في الرعب والهول. أما يوم الحساب فحدث ولا حرج. فهمت؟ حدث ولا حرج. ولا يكتفي الإسلام عند يوم الحساب،
بل من بعد يدخل لك في مرحلة النار جهنم اللي معناتها الإسلام يتفنن فيها، رغم اللي يقول لك يعني اللي النار بتاع الدنيا هذه تطفيت قداش من مرة، فهمت؟ من نار معناتها جهنم ثم نزلت الأرض. معناتها الآيات القرآنية اللي تتكلم عن النار وعلى أسماء متاع النار وعلى صفات النار، يعني حاجات معناتها ما تنجمش تتصورها، ما تنجمش تتصورها. يعني حتى مثلا آية قرآنية يعني تتكلم لك على ما يسمى معناتها سبعة أبواب متاع جهنم. حتى ذكر أحد الصحابة بين قوسين متاع محمد، قالوا له النار أبواب النار كيفاش؟ قال لهم أبواب النار مش هكا، يعني مش أبواب هي معناتها كما نقولوا احنا مستطيلة هي هكا، بل هي أبواب واحدة فوق واحدة، يعني الدرجة الأولى هوني، الدرجة الثانية هوني، الدرجة الثالثة هوني، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، يعني واحدة فوق واحدة. الآية تقول إن جهنم موعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وهنا يعني المسلمين يعني يتفنوا باش يذكر ما يسمى جهنم وأبو المتاحة، جهنم، لظى، سقر، فهمت، الحطمة، الجحيم، السعير، الهاوية، وتقول أمه هاوية وهي ما عندهاش قعر، ما عندهاش قعر، ما عندهاش نهاية، فهمت؟ قالك حتى معناتها يرهقهم بالسعود، يوصلوا يعاود يطلعهم، يوصلوا يعاود يطلعهم. ما نتكلموش على عقارب وعلى السلاسل وعلى شجرة الزقوم وعلى القيح اللي يشربوه، يعني أقل مرتبة في جهنم، فهمت؟ أقل مرتبة تقول لك تاكل اللحم، اللحم وجلدة تاكلها تخلي العظم. حتى يقول لك كانوا يلبسوا معناتها حذاء أو شلاكة ولا كما نسميوها احنا، فهمت، في رجليهم من نار، مخهم يغلي. راهو ترجع للأوصاف والكتب التي كتبت في هذا المجال، يعني تكون تضحك، تكون تضحك. بل الإسلام لا يكتفي بالترهيب والتخويف بعد الموت، كما قلت لكم عذاب القبر، أهوال الحساب، جهنم. وتنرجعوا لها كيفاش معناتها شكون اللي باش يخلد في النار، معناتها ما نحبش أنا نطول المسألة هذه. المهم في الدنيا باش يخوفك، أي مصيبة تقع لك يقول لك يا أما ابتلاء يا أما عقاب. حتى أن فما حديث تاع محمد، واحد جاه قال له راني نمرض، راني ما نمرضش يا أخي. قال له أنت ربك ما يحبكش، لأن من أحبه الله أمرضه، من أحبه الله ابتلاه، فهمت؟ يعني المسلم عندما تقع له مصيبة حاجة من اثنين، يا أما يقول لك اللي هو مؤمن وهذا الإله متاعه ابتلاه لكي يتأكد من إيمانه، كما قصة أيوب وكيفاش مرضه وعمله، يعني هذا سامزو مريض، هذا الإله متاع الإسلام مريض، يعني كانك مؤمن يبتليك باش يتأكد من إيمانك أنه هو ما يعرش، وإلا يبتليك لكي يخفف من عذابك يوم القيامة أو يوم الحشر أو يوم القبر. هذاك علاش المسلم وتتوقع له مصيبة يفرح، يفرح، يقول لك هذا معناتها تخفيف من ذنوبي، حتى يخوفوك تجي مثلا تعمل حاجة يقول لك قد تعمل كل حاجة تو ربي يجيب لك مرضى، تو ربي يجيب لك مصيبة. يعني الناس عايشين في رعب، يعني كي تقع له مصيبة يقول لك على خاطر عملت كل حاجة هذيك، إذا ما عادش نعمل. إذا معناتها الخوف، حتى مثلا توا مع المسلمين وقت تحكي ساعات يعني وتذكر مثلا تقول معناتها تقول كلمة على محمد ولا على القرآن ولا حاجة تلقاه يعمل هكا، يخاف لا تهبط عليه حجرة من السماء. هنا في تونس فما وحود يعرفوني ملحد، وقت نتعدى في الطريق يبدلوا الطريق، يقول لك بلكش لو ربي يسخطوا بمصيبة وأنا تصيبني. إذا يعني هذه حاجة يعني ما يسمى
الاستسلام للمشاكل، يعني اي مشكله توقع لهم، ما نجحش، ما عمل، شحت عليه مصيبه، ما ضربته سياره ولا معاق، كل شيء بالنسبه لهم يا اما ابتلاء لكي يتاكد هذا الاله الذي يدعي انه يعرف كل شيء من ايمانه، والا عقابا لانه لم يطع هذا الاله. يعني هذا الاله بتاع الاسلام يعني خلق الناس وخلق الكون، خلق الكون الكل باش في الاخر يخلق الناس ويجعلهم عبيد ويذلهم ويهينهم ويطيح من كرامتهم ويجعلهم عبيد ليه، فهمت؟ ولازم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. شنو هي العباده؟ هي الخضوع، هي الاستسلام، هي الانحطاط انك تقبل به واللي تعمل اللي يقول لك عليه هو. اذا علاش تخلق فيا؟ علاش تخلق فيا اصلا؟ يعني شيء مش معقول. وهذا هو الخوف، الخوف والرعب اللي مالك المسلمين. يعني يجي يقول لك مثلا في الـ في الـ في الاسلام، علماء الاسلام يقول لك لا يخلد في النار مسلم، وهنا فما خلافات بين المسلمين. يقول لك من ارتكب الكبيره يخلد في النار، والشيعة يقولوا لك راهو جماعة من السنة ما مش باش يدخلوا للجنة وباش يخلدوا في النار كي إبليس كيما أبو بكر وعمر وغيرها، يعني خلافات كبيرة حتى داخل السنة نفسها، فهمت؟ ولكن بصفة عامة، فهمت؟ يقولوا اللي معناتها حسب الآية القرآنية إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به، يعني يقول لك اللي من هو مسلم وموحد، فهمت؟ سوف يعذب ما شاء الله أن يريد له أن يعذب ثم يدخل الجنة، بينما كل البقية خالدين فيها للأبد. يعني ترجع الآيات القرآنية خالدين فيها، خالدين فيها، حتى فما آيات تقول لك خالدين فيها ما بقيت السماوات والأرض. هذه ما فهمتهاش. يعني هنا العلماء بقوا يفركسوا لها في تأويل، يعني يقول لك شنو معناها ما بقيت السماوات والأرض، يعني وهذا تنتهي السماوات والأرض معناتها يوفى العذاب. وهنا العلماء يقول لك السماوات والارض ما يخص ليس السماوات والارض هذه، وانما السماوات والارض بعد لا يتم خلقهم من جديد، بعد لا تدمر الكون وتنتهي الدنيا وينتهي كل شيء. فهمت؟ اذا مانيش ندخل في المتاهات هذه. اللي حبيت نوصل له من هذه الفكره بصفه عامه باش معناتها نخدم هذا الموضوع، الرعب هي ركيزه من ركائز الاسلام يتربى عليها الطفل من الصغر. لهذا أنا نقول للادينيين بصفة عامة واللي خرجوا من هذا الدين ما يواصلوش على هذا الطريقة. فما اللادينيين حتى يخرجوا من الإسلام يواصلوا على أنهم يرعبوا أولادهم. راهو الإنسان اللي يعيش في الرعب لا يمكن أن ينتج، مخه يتبلوكا. أنا نعرف واحد يعني بوه كان ديما يضرب وديما يخوف فيه كل شيء، حتى ولا عنده ديما يعني نهار كله مفجوع في كل بلاصه، مفجوع ولا معقد نفسيا، مرض نفسيا. نهار كل امه تخوف فيه بالنار، بوه يخوف فيه بجهنم، يخوف فيه عذاب القبر، يخوف فيه يوم الحشر، يخوف فيه بكل شيء. انت تشوف حتى العقاب نتاع الاسلام، العقاب يعني الحدود، ما يسمى الحدود، يعني كان تسرق نقص لك يدك، كان تزنى نرجمك، يعني عقاب جسدي وعقاب يعني إرهابي من جميع النواحي. حتى محمد يقول نصرته بالرعب. يعني القرآن بيدو يقول لك يعني الصفة هذه متاع الإله الإسلام اللي هو يخوف في عبيده المسلمين، مع الأسف أصبحت صفة لكل واحد مسلم مؤمن. يعني المؤمن خذا شخصية ربه، ديما العبد يتأثر بربه أو السيد متاعه. المسلم بحد ذاته ولا يرعب الاخرين، يرهب الاخرين، فهمت؟ شوف هذه مثلا هذوما الاسلاميين او ما يسمى الارهابيين المسلمين، فهمت؟ يعتمدون الرعب، يعني اساليب الههم. هذاك علاش بعد ما تلومهمش، يعني هذيك هي فكرتهم، يعني لكي تكون مسلم، مسلم بالكدا لازمك تكون انت عبد حقير خايف ترعش من إله، وأنت في نفس الوقت تخوف منك الناس الكل وقتها تولي مسلم. هذه هي صفة المسلم. إذا الرعب والترهيب والخوف هي صفة من صفات الإسلام وركيزة من ركائز الإيمان. لا يمكن أن تكون مسلم ومؤمن
بدون أن تخاف من إلهك وفي نفس الوقت تخيف الآخرين منك. حتى فما حديث يقول لك من خاف الله أخاف الناس منه. ملا ثقافة وملا فكر وملا مستوى. هذاك علاش نشوفه خروج المسلمين من الإسلام صعب، صعب جدا. تلقاهم قبل ما يخرج حتى ويوصل يشك، يخاف حتى يشك، حتى كان هو ما خافش يخوفوه الناس اللي حوله، غير يتكلم يخوفوه. ربي تو يعمل لك، وربي تو يقتلك، وربي تو يبعث لك مرضى، وتو تصيبك السيدة، وتو تصيبك الكونسير، وتو حتى واحد يتشفاو في بعضهم. حتى إنسان يعني أعظم واحد مثلا كما نقولوا معروف بالشراب والواحد ومرض يتشفوا فيه. شفت كيفاش عصى الله هوك ربي صابوا بمرضى، وكانوا هو معروف بالتقوى والإيمان. شفت ابتلاه الله لكي يخفف عليه من ذنوبه لكي يدخله الجنة معناتها مباشرة. يعني تفكير سلبي، سلبي ليس له أي قيمة وليس له أي معناتها إنتاج أو إبداع. فهمت؟ المسلم عايش في رعب. هذاك علاش نقول إن المسلمين مرضى نفسانيين. صدقوني مرضى، مرض نفسي. هو يقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. في الحقيقة وديما مثلا في المقابلات يقول لك الملحدين مرضى. المريض هو المسلم، المريض هو المسلم. بالمريض أمراض لا يمكن أن تتصورها. يعني مريض بالخوف، مريض بالتكبر، يسخب روحه ديما هو على حق. فهمت؟ مريض ما يعرفش يخمم، مريض ما يخدمش مخه، مريض ما يحاولش يبدع، ما يحاولش ينتج. يعني أمراض النفسية الكل، معقد نفسيا، معقد جنسيا، يحس معناتها هو خير من الناس، ولكن وقت يشوف الحقيقة راه روحه أقل من الناس الحقيقة. يعني هذاك علاش هو يتعصب ويتنرفز. مريض بالعنف، مريض بكل أنواع، بكل أنواع الأمراض النفسية. فهمت؟ وهذا الكل نتيجة هالترهيب، الترهيب الذي يمارسه الإسلام في القرآن وفي السنة وفي الخطاب، عند الخطب متاعهم في المساجد وفي كل بلاصة. المهم نظن يكفي هذه المرة. اليوم تكلمنا على هذا الموضوع، لحد الجاي نتكلموا على نقطة أخرى لكي تعرفوا بالكدا دير ربكم. راهو خلاصة هذه الفيديو: من لا يخاف فهو ضعيف الإيمان. إذن الخوف هي ركيزة من ركائز الإسلام. يجب أن تخاف من الله، تخاف من عذاب القبر، تخاف من يوم الحساب، تخاف من جهنم، تخاف من العقاب في الدنيا، من المصائب في الدنيا، تخاف من كل شيء. لازم تكون عبدا ذليلا حقيرا مستسلما لهذا الإله لكي تكون مسلم ممتاز. ومع فيديو قادم وبسلام.